كلمت بعد الماتش مباشره قلت المنتخب بلا طعم ولا لون ولا ريحه. ده العنوان اللي انا طلعت بيه واتكلمت عنه كناقد رياضي وجهه نظري في المنتخب كان شكله عامل ازاي. لما يكون شكل المنتخب فيه لعيبه بتتكلم في محمد الشناوي واحد من افضل الحراس اللي لم يكن افضلهم على مستوى القاره الافريقيه. تكلم في واحد بلاش نقول على محمد صلاح زي ما الناس ما بتقولك ما بلغش محمد صلاح على صلاح لاعب عالمي وكل حاجه، هنتكلم ان هو في قائمه العشرة الافضل على مستوى العالم بلاش اقول لك الثلاثه. تتكلم على محمود تريزيجيه واحد من افضل اللعيبه، تتكلم على لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده واحد من الناس من افضل لعيبه القاره داخل القاره، لعيبه نادي الزمالك، اللعيبه المحترفين الباقيين اللي عندي، بيكون عندك التوليفه دي والشكل يظهر بالشكل ده، اذا في خلل. والخلل لابد انك تبص عليه وتقول الخلل فني. ليه؟ المسؤول عن شكل المنتخب او شكل الفريق هو المدير الفني. أكيد. هو اللي عنده الاليات، هو اللي بيطلع يتكلم يقول انا كان عندي فلان مصاب، كان عندي المكان ده عندي فيه عجز، كان عندي. المشكله في الكابتن حسام البدري انه دائما لا يرى انه المخطئ، دائما عنده شماعه الظروف جاهزه وواضحه وصريحه. دايما في تصريح ثابت للكابتن حسام البدري بعد كل مباراه، الاجهاد، ضغط المباريات، ان اللعيبه كانت في الاجنده الدوليه كانت مفهومه. بس انا بسال الكابتن حسام البدري، حضرتك مدرب منتخب والمنتخبات لا تتجمع الا في الاجنده الدوليه، والاجنده الدوليه ما بتتحطش الا في الاوقات اللي بين المباريات بتاعت الدوريات، وبالتالي انت على طول هتبقى مجهد، على طول هتبقى تعبان، على طول هتبقى كده، وبالتالي لازم هيبقى المبرر واضح والمبرر صريح. الاجهاد وضغط المباريات، طب ما طبيعي اللعيبه هتجيلك من انديتها مجهده، ما حدش هيجيلك. اللاعب الدولي اللي انت بتضمه المنتخب عندك اكيد بيشارك بصفه اساسيه مع الفريق بتاعه، فطبيعي اللاعب اللي جاي لك اساسي من الفريق بتاعه وبيشارك في بطولات قاريه وبطولات محليه طبيعي هيجيلك تعبان، مش هيجيلك فريش طبعا، مستحيل، لانك انت مدرب منتخب. الكلام ده اقدر اقبله من مدرب فريق، والاقي مثلا حد يقول لي ان عندي لعيبتي بتلعب كل 3 ايام ماتش، فاقول لك اه ممكن الاداء يبقى في ماتش بينزل ماتشين بينزل، انما مش كل مباراه. الاقي الكابتن حسام البدري الكليشيه واضح، هو التصريح واضح، الاداء المهم ان احنا كسبنا، مش مهم الاداء. لا، مش مهم الاداء، ده ما هو ده مؤشر صعب، مؤشر خطير على منتخب مصر، ان انا العب مع مجموعه ما كسبش غير فرقه منها والفرقتين التانيين لسه ما كسبتش. خصوصا دي لسه بنقدر نقول مجموعه يعني بسيطه وليست المجموعه الاخطر، احنا عندنا مباريات لسه هنعمل فيها ايه اللي جاي. انا داخل على تصفيات كاس عالم، احنا لما بنتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر واحد من كبار القاره، فلما واحد من كبار القاره يظهر بالشكل ده، وهنا بنسال سؤال، هو كل منتخبات او كل كبار القاره ظهروا في كل مبارياتهم بهذا الشكل؟ ما هو انت بتتكلم في هما برضو عندهم ماتشات كتير ورا بعض وبرضو مجهدين. بالظبط، المغرب عنده ماتشات، الجزائر عندها ماتشات، كوت ديفوار، كل الفرق. هل ممكن تلاقي منتخب عمل مباراه وحشه، مباراه، انما كل المباريات وحشه؟ طب بعيدا عن الشماعات يا خالد، ايه السبب من وجهه نظرك اللي شايف ان هو الرئيسي اللي ادى ان احنا نبقى في حاله من عدم الرضا وعدم الاستحسان ومش مقتنعين حتى بالاداء العام اللي احنا شايفينه، بغض النظر عن الجمله اللي ترددت كتير الايام اللي فاتت في بعض الاحيان بشكل ساخر، في بعض الاحيان بشكل جاد، وناس مقتنعه بجدواها. وبرده فرصه نعرف منك رايك في الجمله دي، فكره ان هناك مباريات يعني تكسب ولا تلعب. لا، ده شماعات فشل يعني. لا، مفيش حاجه اسمها، ما انت مش هتكسب الا لما تلعب، مش كده؟ حتى لو بتلعب بطريقه دفاعيه انت كده لعبت، انك نازل المباراه ليك استراتيجيه، عارف انا هلعب على الدفاع والعب على سرعات صلاح وتريزيجيه، في القلب عندي مهاجم زي محمد صلاح، وزي مصطفى محمد مثلا، وعندي قفشه يقدر بالسرعات بتاعته يوصل الجناحين بتوعي فيلعبوا كرات عرضيه لمصطفى محمد يجيب جول او يعمل خطوره على المرمى، وبالتالي انا ببص على المنتخب لا الاقي فيه دفاع ولا الاقي فيه هجوم. لما كينيا تكون الاكثر هجوما عليا اذا عندي مشكله ان انا يعني انا لاعب المفروض بادئ المباراه بصدتين المفروض في نص الملعب، طارق حامد وحمدي فتحي، وعندي الدفاع موجود، المفروض يعني الطبيعي بالطريقه دي ما يكونش فيه كميه
اللعيبه اللي بين خط النص وبين الدفاع بلاقي لعيبه كينيا موجوده بيلعبوا براحتهم, بيلعبوا عرضيات براحتهم. عند احمد ايمن المنصور مش قادر يوقف الجبهه اليمنى لانه اصلا طبيعي باك شمال لحد ما تجيب باك شمال. انا ما بقل لا اقلل من قيمه اي لاعب, انما انا احب دايما ان اللاعب يلعب في مكانه. انت